السلام عليكم. هذه سبيكة هذا اليوم، ما شاء الله سبيكة مشبعة بالذهب. يمكن استخراجها في هذه اللحظة. ما زال بعض الخبث عالقا عليها من الخارج. دكتور نايل غرنج، مع تحياتي لكم، التوفيق، تابعونا حتى تصلكم طرق استخلاص الذهب، مقاماته من الصخور والأتربة الحاملة للذهب. سنذكر إن شاء الله كل الطرق مع ذكر دروس خاصة لأنواع الصخور الحاملة للذهب وطرق العمل عليها بالتفصيل بإذن الله. مع تحياتي لكم، التوفيق، دكتور مايا القرن، كنت في رعاية الله.